لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة لجميع ذكر أسمائهم وصفاتهم وأصولهم وفروعهم وخاصة إلى صاحب هذه الحاجة ولبيت أجمعين شهودنا لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل قراءتنا هذه وغيرها منا في مجلسنا هذا برحمتك وفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا، واجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأنا وما هللنا وما كبرنا وما حمدنا وما سبحناه وما استغفرنا وما صلينا على نبيك رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك ونهدي إلى حضور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى آل كل وأصحاب كل منهم التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والفقهاء والمحدثين والقراء المخلصين وأئمة الحد المفسرين وسائر سادة الصوفة المحققين، وإلى أرواح كل ولي ووالية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها برها وبحرها، إنك على كل شيء قدير. ثم إلى أرواح مشايخ أهل سلسلة القادرية والنشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جون بغدادي، وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم إجل وعيش لهم ثبى ذلك من نارهم، وخصوصا إلى أرواح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف وأصوله وفروعه، والشيخ محمد رملي تميم والشيخ مستعين رملي والشيخ محمد رفعي رملي والشيخ محمد عثمان الساكي والشيخ حمد فتح العابد والشيخ أحمد منان الرحمن
والشيخ من قمر لنا والشيخ من أسرري والشيخ حج لطفيا والشيخ أنصار الله والشيخ محمد أكرم والشيخ زهري أكرم والشيخ محمد معصوم منصور وإلى روحي الشيخ حاشم أشعري بن أشعري وإلى روحي الشيخ أدلان علي والشيخ يوسف أشهر والشيخ رحمد الله والشيخ حسن وإلى روحي بوجو تلمبك وإلى روحي بوجو لمبو وإلى روحي بوجو أسيمان وإلى روحي بوجو نمبرون وإلى روحي بوجو رمبي وإلى روحي بوجو تانان وإلى روحي والشيخ سيتي كماريا والشيخ نيا عفيفة والشيخ نيا أمينة والشيخ نيا خديجة والشيخ نيا رومية والشيخ حجة سيتي مران والشيخ حجة سرحمي وإلى روحي بها مريدا وإلى رحيم بابورجا وإلى رحيم بابورجو وإلى رحيم بحسب الله وإلى رحيم باتيمين وإلى رحيم بهيمان بصري وإلى رحيم الأمره وإلى رحيم بمرسوكان بن صالح وإلى رحيم كياجي عدرأي بورجو وإلى رحيم كي سيوتي بورجو وإلى رحيم كي عبد الرعوف سيوتي وإلى رحيم كي نووي وإلى رحيم كي من أدرأي حجي عبد الرحيم حجي سفاري سيوتي محمد مظفر سيوتي حجي محفوظ بن محمد طيب حجي قمر الدين بن حسن بشري أستاذ محمد حاضري أدرعي وحجي يوسف الله وصن هجي بن نبوي وحجي أسماعيل بن سنبا وإلى روحي حجي عبد المحتي وإلى روحي كي أحمد رفعي وإلى روحي حيات بن إمام بشري وإلى روحي روح بن محفوظ وإلى روحي إرادة النافعة بنت سعيد وإلى روحي نيي متمة وإلى روحي نيي رابعة وإلى روحي نيي بوراني وإلى روحي نيي مسرية بنت سيوتي وإلى روحي نيي رملة بنت أدرعي وإلى روحي نيي فاطمة بنت أدرعي ونيي سيدي بنت عبد الرحيم نيي صوفي سافين وإلى روحي نيي رملة بنت شمس العارفين نيي رودية بنت نووي نيي كريمة بنت مرسوكان حجة فاطمة فاطمة الزهراء بنت سيوتي وإلى روحي نانان بن الرؤوف سيوتي وإلى روحي سعيد بن مرسلان وإلى روحي عبد العزيز بن مرسوكان وإلى روحي سيرة بنت فلان وإلى روحي حجة حريرة بنت بشري وأسودهم وفروهم وأهل بيتهم أجمعين وإلى أرواحي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في هذه القرية بمبنتة وأصولهم وفروعهم اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك من إليهم واجعله نورا يسعى وتلال بين أيديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار وإتقان لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم منزلهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا الله من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم رئيس بعان يا جل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر ماله بلا ستر ولا هجاب فلما أنا ورده لشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سير المخلوقات بالأهل الأرض والسماوات بالتغاني والبشارات فإن النور المسنون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماوات
أنقله في هذه الليلة لا بض لأمه مسرورا أمله بالكون نورا وأنقله يتيما وهو ضغير وأهل بيته ضغيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فانتزل الرشد ربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها طلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا وشاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرك الكون بسهاجة في حدود المصطفى يا حبيب سلام
الحبان يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا الجماعه جعل الله واياكم من يستجيب شفاعه ورحمته ورافته. اللهم بحرمه هذا النبي الكريم ان سالكنا على منهج القوي، اجعلنا من خيار امتي واسترنا برحمتك، احشرنا غدا في سنتك، واستعمل السنتنا في معي ومصلحين متمسكين بسنة وطاعتي ومثلنا سنة وجماعتي. اللهم أدخل لما وجلتها فإن أول من يدخول وأنزل ما وفي قصورها فإن أول من يزورها، ورحمناها بما تشفي بخلائك فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعل المغافل عنك والمقدسين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان من قضوا عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمنا في ساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، وافقنا لأمن صليب غسله على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعميك شاكرين، وليوم لقائك وحين بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتولين ولا مختولين، واختم لنا بخيرنا جمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعل فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوضنا من دمه صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا ندمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأماتنا ولمشايخنا ومعلمنا وذوي الحبك علينا، ولننشر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافل الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.